أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة وعبر سكايب أيضا، لكن نذهب بكم إلى أهل الصحراء، إلى ليبيا، الصحراء العامرة بأهلها، صحراء الخير، صحراء الأمل بقادم أفضل. ومن هناك معنا عبر سكايب تحديدا من مدينة مصراتة، مصراتة التي ترفض أن تتنازل إلا لأهلها، ولا تنازل للغريب في قاموسها وشرعتها. من هناك معنا الشاعر عبد العزيز السويحلي، حياكم الله أستاذ عبد العزيز، وأهلا وسهلا بك في بيت القصيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي الكريم مصطفى شاعرنا الحبيب، أحييك في هذا المساء الطيب المبارك، وأحيي جميع القائمين على مثل هذه البرامج الثقافية الرائعة حقيقة، وأحيي من خلالنا نحن هنا في مصراتة قناة الرافدين، هذه القناة الطيبة المباركة. ولا شك أن أمسيتي معكم يعني ستكون رائعة وجميلة بجمال ذوقكم وجمال قولكم، بارك الله فيكم. وأنا واثق أنها ستكون حلقة مميزة، رفقتك شيخ عبد العزيز وأنت صديق عزيز كذلك. واسمح لي أن أخرج عن دوري قليلا كمقدم وأقول لك بجد مشتاق لك كثير، مرت فترة طويلة ولم نتواصل يا رجل. الله يسلمك، والله هو نفس الاشتياق وأكثر اشتياقا منا إليكم سيد مصطفى، بارك الله فيك. ما هي أخبارك في البداية، أخبار مصراتة، أخبار أهلنا في ليبيا؟ طمنا عليكم في البداية. الحمد لله الأخبار من حسن إلى أحسن، ومصراتة تخصيصا كما ذكرت قبل قليل هي عصية أبية، وهي يعني حجر أساس بإذن الله في قرار الدولة وقرار الوطن بإذن الله، وجميع ربوع ليبيا وجميع مدن ليبيا بإذن الله ستكون في أمن وأمان، وستبنى دولتنا على أساس متين بحوله تعالى بإذن الله، وهذا ما نتمنى. شيخ عبد العزيز، في البداية أنا قلت مصراتة لا تقبل التنازل إلا لأهلها، لكن التنازل كفكرة هوان غير وارد في قاموسها، وكذلك كل مدن ليبيا الثائرة. من أجل المعلومة النقية، المعلومة التي تعكس الواقع الذي يؤمن به أهلها، عن واقع ليبيا اليوم بعيدا عن السياسة، ولكن من باب طمأنة المجتمع العربي ككل على واقعكم ومستقبلكم، لو أحببت أن تختصر مستقبل ليبيا بعبارة ماذا يمكنك أن تقول؟ مستقبل ليبيا بعبارة موجزة، أننا عندما رمينا خلف ظهورنا رفاثة طاغية جبار، نحن بإذن الله متواصلون وسنواصل العمل حتى نكون على بر الأمان بإذن الله تعالى، وهذا بفضل الله وبفضل جهود الأنقياء وجهود المخلصين من أهل ليبيا جميعا. إلى الشعر الآن مباشرة، وقبل الأسئلة والخوض في معترك الحديث الثقافي، أولى القصائد التي تريد أن تطربنا بها أستاذ عبد العزيز، وربما كنت مقلا بنشرك الشعري، وهذه الفرصة من خلال بيت القصيد حتى يعني نفضحك الفضيحة الأدبية بين جمهورك الليبي، الفضيحة الإيجابية، فنقول لهم إنه شاعر ولكنه يأبى إلا أن يتوارى، لكن الآن لا مجال للتورية ولا للتواري. ما رأيك؟ هي نعمتي الفضيحة. نعم تفضل. وبخاصة إذا كانت من مثل شاعرنا الحبيب حبيب عزيز غالي، والله ويعلم الله. ونريد الآن أن تمطرنا وتطربنا شعرا وقوافي عذبة، تفضل. حياك الله، وفعلا يعني أنا معكم ومع شاعرنا مصطفى كجالب ثمرا إلى أرض يثرب، ولكن إنما هو جهد المقل، وحياك الله. وأنت بدأت هذه الحلقة بذكر مصراتة وقلت بأنها الأبية وبأنها العصية، فسبحان الله يعني وافق كلامك هواي، فعندما ذكرت مصراتة نظرت إلى أوراقي فإذا بأول قصيدة جاءت نصب عيني هي مصراتة. إليها إذن خذنا وكلنا شوق. أستبيحكم بدرا، وقلت تفضل. عنونتها مصراتتي، قلت
الأرض زانت والسماء توشحت والبحر حب الملح فيه عذوذبت والشمس مدت للعناق خيوطها لتنال من حضن الحبيبة ما صبت مصراتة فخر المفاخر دونها موت الكرام على السيوف تقاطرت صنعت براحة عزها ذاك الذي في أرضها أدرانه قد ووريت المجد فيها قد أطل مصافحا كف الأبات بما سمت وبما حوت رسخت على تلك الرواح مكارم كرسوخ ظفر في الأصابع قد نبت يا لائمي كفوا عزولي كيف لا أهدي الخريدة للحبيبة إذ غلت مصراتة ذات الرجال حليفها في كل نازلة فوارس قد بدت لهفي عليها بل وجيب خافق عين الذبول على كواحلها ارتمت في كل مكرمة تزاحم عزة وعلى عظيم الفعل ثوبا أسدلت انظر يمينا ثم أومئ شمألا فهنا جهاد حربه قد خلدت وهناك من خط التواريخ التي كتبت حروفا للعلا قد سطرت ذات الرمال على كثيب حصاتها نقشت سمات في حناياها زكت هي نبضتي هي زفرتي هي بسمتي هي نشوتي إذ راحها بدمي سرت مصراتة أهوى ثراها صبوة مصراتة في كل تيم أقبلت شرفت على مر العصور بسطوة قفزت على ذاك اللئيم وكبلت صنعت وما صنعت يحاكي أزمنا تبقى خلودا ما تهون ومن تست مصراتة أهوى تراها صبوة مصراتة كل تيم أقبلت. أنعم بهذا الإقبال الذي ينتمي إلى وجع الأمة إلى حلم أبناء ليبيا كل أبنائها الذين لا يزالون قابضين على جمرة الحق والقوة والحرية. أستاذ عبد العزيز، إذا أردت أن أسألك سؤالا تظنه غريبا إلى حد ما، هل باعتقادك الشارع الليبي عليه اليوم أن يتشبث بفكرة معينة أكثر مما مضى عليه في من أوقات مضت؟ يعني هل عليه أن يتشبث بمسألة، بفكرة، بتصور معين حتى ينجو ويصل بر الأمان، خصوصا في هذه الظروف الحساسة الانتقالية؟ نعم، الشارع الليبي الآن في مرحلة لابد أن يتفق على دم الجروح. نعم. وعلى أن يعطى كل ذي حق حقه، وعلى مسار ديمقراطي يجتمع حوله الليبيون أجمعهم عدا وسوى من سفك الدماء ومن سرق أموال الليبيين قصدا وعنوة حتى تقوم دولة الحق والعدالة والقانون ودولة المؤسسات. ما هو دور المثقف هنا في هذه اللوحة التي قدمتها وهذا الوصف الإخباري المقدم يعني بطريقة الشاعر الغيور وصاحب الكلمة الهادفة؟ دور الشاعر هنا من أجل فعلا تعضيد هذه الرسالة وصولا إلى بر الأمان المنشود فعلا، عن دوركم ودور كل مثقف. حقيقة أستاذ مصطفى، يعلم الجميع أن الشعر ملحمة الوطن. نعم. وأن الشعر مرحمة الوطن، فهو ملحمة ومرحمة، وأيما بلد قام فيها الشعراء لدمل جراحها ولبناء لبناتها قامت وتأسست وانبنت على أساس قويم. فالثقافة والمثقفون والشعراء بخاصة لهم الصولة والجولة في بناء الوطن وفي طرح العدو أكثر من دفق الرصاص ومن القنابل ومن الحروب
ومن هذه الأمور. فالكلمة لها تأثيرها، الشعر له تأثيره، القلم سن القلم هي التي تبني الإنسان وتبني العماد والبنيان. جميل. بصراحة أستاذ عبد العزيز، هل المجتمع الليبي مهيئ ومؤهل لتلقي مثل هذه الرؤية التي تفضلت بطرحها، أن المثقف له دور، الكلمة لها وقع الرصاص أحيانا، الشاعر له دوره الذي ينبغي عليه أن يأمه في مثل هذه الأوقات؟ هل الأرض فعلا مهيئة ومؤهلة لمثل هذه الفكرة، أم أن المسألة لا تزال بعيدة؟ أنا أقول لك أستاذ مصطفى، ولكي أخبر العالم من هذا المنبر، من منبر الرافدين، ومنكم ومن تقديمكم، أريد أن أنقل رسالة إلى العالم. تفضل. أن ليبيا تحوي العلماء وتحوي المثقفين وتحوي الشعراء وتحوي أهل النخوة. ليبيا في شعرائها، هناك من شعراء الوطن من كتبوا في الشعر على كل بحوره وعلى كل أصنافه. نعم. وعلى كل أغراضه، حتى سموا بشعراء الوطن كأحمد رفيق المهدوي وأحمد الشارف وغيرهم. والدكتور عبد المولى البغدادي، نسأل الله له الرحمة والقبول، نتذكره في مثل هذه الأيام المباركة. نعم، نترحم عليه ونستمطر عليه شآبيب الرحمة، شاعر السلام رحمه الله تعالى. فليبيا مهيئة جدا لأن تأخذ كلمة الشاعر ولأن تسير في ركب المثقفين، وهي أهل للثقافة من أمد بعيد، وبإذن الله ستكون ثقافة الليبيين وسمة شرف وعز في القابل بإذن الله تعالى. وهذا مما لا شك فيه أستاذ عبد العزيز. إلى الشعر من جديد، يا ترى شكل القصيدة الجديدة التي ستقرأها علينا، تفضل، نريد أن نسمع. القصيدة الآتية أستاذ مصطفى هي فيها شيء من الحزن والأسى على صورة رآها العالم أجمعه، على صورة طفل لا يكاد يجاوز 3 سنوات، رتم على شط البحر. نعم. مهاجر، طفل سوري. نعم. لعل العالم كله قد رآه. فعندما وقع نظري على ذلك الطفل قلت ذاك الشهيد في ومضة وفي ألم حقيقة يتحسر عليه الإنسان، فسميتها الطفل الكردي آلان. نعم نعم، الطفل الشهيد. قلت إني نظمت على البحار خطابا، يا بحر فاسمع في الملام عتابا، يا بحر أين الطفل يبغي أمه، هلا رددت على السؤال جوابا، الطفل قد ناداك فاسمع قوله، يا بحر لا تصل الصبي عذابا، يا بحر مهلا فالعظام رقيقة وصغيرنا لم ينبت الأنياب، يا بحر دعني أين بابا، إنه بالأمس قال سيشتري الألعاب، يا بحر لم أدفع إليك مساءة حتى أكون أنا الغريق عقابا، يا بحر إني قد عطشت فردني، يا بحر إني قد عطشت فردني، أمي تعد لي الحليب شرابا، يا بحر ذاك الموج لست أصده عني فلا تسدل علي صعابا، يا بحر دعني للحياة، يا بحر دعني للحياة، ألا ترى أني أريد من الحياة شبابا، يا بحر دعني للحياة، ألا ترى أني سأفتح للعلوم الباب، يا بحر لم تسمع ندائي باكيا، يا بحر هل فيك الصبا قد غاب، لكنني يا بحر فيك مشرف، عيشي على موت الشهادة طاب، يا أمة المليار، يا أمة المليار، إني ها هنا لن تسمعيني قد دعوت سرابا، يا أمة الدولار صرت ذليلة حتى صبغت من الهوان خطابا، هي أمة الأكراش أضحت قصعة، لبست من الذل المهين ثيابا، يا بحر قل ما شئت واصرخ وانتحب، فالذل صار على الرجال إهابا، يا بحر لا تصل الصبي عذابا. أستاذ عبد العزيز، لفظ فوق طبعا، لكن هناك
يعني من يتساءل لماذا كثير من الشعراء يجلدون ظهر أمتهم ولا ينظرون إلا للنصف الفارغ من الكأس ويتجاهلون النصف الممتلئ؟ لا يمكن أن نتغنى بهذه الأمة، أن نشد من عزمها، أن نحرضها على الامتثال للحق وشق الطريق نحو الحرية المرتقبة بدلا من تقريع الذات ومحاولة إلصاق التهم القاسية ويعني الأمور التي لا تليق بالعرب ولا العربية. ما رأيك بهذا القول وهذا الرأي؟ نعم، أنا أقول من باب ما يسمى سيسيولوجيا المجتمع أستاذ مصطفى، وأنت تعلم ما معنى هذه الكلمة. تفضل. السيسيولوجيا الحقيقية في الشعر هي أن ينقل الشاعر مأساة الوطن، أن ينقل الشاعر ملحمة الوطن، أن ينقل الشاعر ما في الوطن، لا أن يتغنى بنفسه وبذاته وبمجده وبعلمه. عموما إذا ألقينا العتاب الآن في كل قصيدة فيها عتاب، العتاب الحقيقي ليس على الأمة، إنما العتاب الحقيقي على أولئك الرهط الذين ملكوا زمام جد امتلاك. لكن على الشاعر أيضا أن يكون حالما ومتأملا بأن القادم لا محالة سيكون أفضل، وأن سحابة الدخان ستنجلي وتسفر عن فجر ضاحك لمن يستحقون. أليس هذا ما ينبغي على الشاعر أيضا أن يكرسه أحيانا في بعض نصوصه، وحبذا في الخواتيم من القصائد أيضا؟ ما رأيه؟ نعم، أنا رأيي هنا عندما أتكلم عن عتاب أولئك الذين جعلوا من الأمة هكذا. أنت تعلم أن الدواء لا يوصف إلا إذا أخرج الداء، لا يوصف الدواء إلا إذا أبين الداء، فأنا هنا أبين الداء الحقيقي. وبعد ذلك سأصف الدواء في قصيدة وفي قصائد ستأتي. طيب. لكن أن نضع اليد على الجرح هذا أرضه لابد منه. دعنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا السؤال ونعود إلى ليبيا مجددا، ما رأيك؟ نعم. طيب الآن وبكل صراحة، بكل صراحة، إذا وجدتم أن الحال السياسية تفرض عليكم في المستقبل القريب مثلا أن يكون لمن أرهقوا ليبيا خلال السنوات القاسيات العجاف التي مرت وانقضت، إذا رأيتم أن هناك قوة ما تفرض عليكم أن يكون لهم دور لأولئك الذين قارعوا الوطن وهم جزء من أهله للأسف، ماذا تتوقع أن يكون موقف في ليبيا والليبيين بصراحة؟ لو أعدت السؤال هكذا لأن الصوت قطع قليلا، بس معلش. إذا رأيت أن هناك قوة ما كبيرة فرضت عليكم في المستقبل السياسي القريب لليبيا، فرضت عليكم أن يكون لمن طغى وتجبر وقسى أن يكون له دور في المرحلة المقبلة، ماذا سيكون قولكم وردكم حينها؟ أما ردي الذي يخصني والذي أراه في نخوة الليبيين، ليس هناك قوة في الأرض تفرض على الليبيين أن يكون عليها من طغى وتجبر وسفك، فالليبيون وقتئذ ستكون هنالك ثورة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. أما أن يكون على رقابنا من سفك دماءنا وأن نرتضيه، أي قوة في الأرض لن نقبل بها. إجابة فيها من القيم والمبادئ ما فيها، وأنت ترى أن الشاعر لابد أن يتسلح بسلاح المبادئ، لكن ماذا عن الذين يرون أن الشعر مساحة من أجل الترفيه والجمال بعيدا عن شرح الواقع ونقل هموم الأمة التي نعيش فيها؟ ماذا يمكن أن نقول مثل أولئك النفر من الشعراء؟ هؤلاء النفر الذين يفهمون أن الشعر هو هكذا فقط ليس غير، فهؤلاء لا يفهمون الشعر. الشعر في كل ناد تراه وفي كل ناحية يجول ويصول. الشعر في الفرح وفي الترح، الشعر في الملحمة والشعر في المرحمة، الشعر في السياسة، الشعر في الاقتصاد، الشعر في كل ما يتعلق ببني الإنسان. والشعر الآن مجددا، تفضل. والشعر الآن مجددا إلى شعر الوطن. وليكن، تفضل. وليكن هذه القصيدة أرجع بها إلى أيام الثورة الأولى. خذنا إلى تلك الأيام، في مصراتة أم في عموم ليبيا؟
لا نريد أن يقال إن الشيخ عبد العزيز السويحلي متعصب متزمت لفكرة مصراتة فقط، وإنما نريد أن يكون الانتماء ليبيا، وأنت أكيد معي في هذه. نعم، أنا عندما قرعت طبول الثورة وأنا أسمع صيحات الثوار، قل واستنعم الشرفاء بالنصر الذي أردى غبين الظالمين الحسدي، قد قبلت شفهاتنا هتنا العلا، حطت رحال المعتدي في الأوهدي، نالت بلادي ما يزين طلوعها فكأنها الحسناء بين الخرد، أتظن أن الثوب لا يبلى إذا دامت كمائمه ملاصقة اليد، أتظن أن الماء في الوادي بدا يجري رخاء لا يضن بموردي، أتظن أن الملك يبقى عرشه أو أنه كنز البقاء السرمد، خابت ظنونك يا ضليل فأنت ذا صرت المفرق بعد وصف الأوحدي. يا أيها الموهوم في سلطانه، يا أيها الموهوم في سلطانه، عيناك تعشو أم دهاك الأرمدي، النصر كان على بلادي حلة يزهو بريقا، فاق نصف العسجد ونسيمه عبقت به أرجاؤها فكأنه ند على ترب الندي، النصر سيف حده ثوارنا في الحق بات مشهرا لم يغمد، يا أيها الليبي رمت مفازة شرفا فأنت السيد ابن السيد، وبنيت بالأمجاد أسوار العلا لبناتها رصت بعزم مشيد، يا ليبيا النجلاء فيك نسيبنا، يا ليبيا يا مهجة القلب الصدي مجددا، يا ليبيا النجلاء مجددا، تفضل، يا نجلاء فيك نسيبنا، يا ليبيا يا مهجة القلب الصدي، أنت الحبيبة في الجمال كأنها لحظ المها أو لمح رئم أغيدي، عيناك بالنصر المؤثل قد بدت تسبي فؤاد العاشقين الوجدي، سحقت عقود الظلم لما نكست راياتها فكأنها لم توجدي، ندب العقيد بنوده الخضرة التي زالت ولن تلقى خفاقا في الغد، واستوحشت جمل الكتاب سطورها وتناثرت أوهامها في الفدفد، يا عارض الأزياء بت مجردا لم تلق ثوبا للكساء لترتدي، يا ساكن القصر المنيف تصلدا، يا ساكن القصر المنيف تصلدا، انعم بجحر الأرض أرجى مرقدي، ضاقت عليك الأرض رغم رحابها، نادي النصير أو استعن بالمنجد، أسكن خبايا الخن في عمق الثرى، أين المفر من الإله الأمجدي، كتبت سطور النصر تحكي عزنا لا تنقضي لو صيغ ألف مجلدي، قد حل عيد النصر فاكتست الدنا ثوب المفاخر فحلت بالإثم دي، يا أيها العيد المكلل بهجة كن في ربانا واستدم لا تبعدي، وتضوعت عبقا ودام أريجها للنصر أعواد قضت في الموقد، يا ليبيا فلترفعي صوب العلا أنت نشيد للتحرر واسعدي. وأسعدي، وهذا ما نرجوه، أن يكون السعد حليف ليبيا وحليف كل الأوطان العربية والإسلامية على امتداد الخريطة الواحدة التي لا تقبل التجزئة ولا الانقسام. أستاذ عبد العزيز شاعرنا وشيخنا، إذا أردنا في ختام هذا الجزء من الحلقة أن نذهب إلى سؤال جديد قبل ما نذهب إلى فاصل، أود أن أسألك سؤالا حتى نختم الحديث المتعلق بليبيا، نصيحة توجهها إلى الليبيين ولا بد منها في مثل هذا الموضع والموقف، ماذا يمكنك أن تقول؟ نصيحتي للليبيين أن يثبتوا على ذلك المبدأ الذي خرجوا لأجله، وأن لا يحيدوا عن طرف الثوابت قيد أنملة حتى يحق الله الحق
ويزهق البعض. ابقى معنا شيخ عبد العزيز شاعرنا الأستاذ عبد العزيز السويحلي من ليبيا. الحلقة لم تنتهي والأسئلة تطول، وكذلك لنا مع الشعر صولات وجولات، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم، ونذكر من التحق بنا في هذه اللحظات ضيف هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، معنا من مصراتة في ليبيا عبر سكايب الأستاذ الشاعر عبد العزيز السواحلي. أهلا بك مجددا شيخ عبد العزيز، وربما يتفاجأ الجمهور من كثرة تكرار مفردة الشيخ، وأنت شيخ وخطيب منبر وإمام مسجد كذلك، هل تجد أن هذه تتعارض مع فكرة الشعر؟ الإمامة والخطابة. نعم، عموما عدت وعودك إلي أحمد وإلى كل من يستمع إلينا ويشاهد المصطفى. رسالة الخطيب، رسالة الشاعر، رسالة الواعظ، رسالة الأستاذ، رسالة المعلم، كلها تصب في إناء واحد إذا ما كانت الرسالة هدافة وتبني وطناً وتبني جيلاً وتعلم نشأاً، فكلهم في مضمار واحد يتسابقون. نعم. في الكلمة التي فيها النفع وفيها الرجاء. نعم، جميل هذا الجواب الذي ربما يقودنا إلى فكرة مختلفة عن الهدف الشخصي الذي تنشده من وراء القصيدة الآن. قد يسألك سائل، هناك الكثير من الشعراء في ليبيا، هناك الكثير ممن يتأثرون في الأحداث فيوثقوها أو يوثقونها كتابة، لكن ما الذي يجعلك متمسكا بالشعر رغم كثرة الانشغالات وكثرة الأعباء والأعمال؟ سؤال غريب أليس كذلك؟ لا هو ليس غريبا على من يقول الشعر. تفضل. وأنت تقوله. أشكرك أستاذنا. عموما أستاذ مصطفى، لعلي أنا دائما أذكر معنى جميلا للشعر، دائما أذكره حقيقة. تفضل. لأنه راقني جدا، وربما هو الذي جعلني أهيم في أوراق القريض، وهو قول لمحمود سامي البارودي رحمه الله تعالى، عندما يقول بأن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب، فيفيض بلألائها نور يتصل خيطه باللسان، ينبلج به الحالك ويهتدي بدليله السالك. فحقيقة هذه المعاني الرائعة عند البارودي ألهبت في وفي كل شاعر عموما معنى أن الشعر رسالة حقيقية لا غنى لأبناء الوطن عنها. جميلة جدا هذه العبارة، هذه الحكمة الشعرية، وإن لم تكن موزونة شعرا وصدرت عن شاعر استطاع أن يكون مذهلا ومدهشا، ألا وهو محمود سامي البارودي. ربما حديثك عن البارودي يقودني يعني بشكل عفوي إلى سؤال مختلف أستاذ عبد العزيز. في هذا الزمن نجد أن كثيرا للأسف من عشاق ومحبي الشعر ومن يكتبونه يسعون إلى تغريب المفردات، تقليد للأسف مدارس فكرية دخيلة لا تمت للعربية ولا لأمتنا ولا لغتنا بأدنى صلة. في المقابل نحن لدينا إرث عريض وواسع ومشرف، ومنه ما ذكرت عن محمود سامي البارودي. ما الحل مع هؤلاء؟ كيف يمكن إعادتهم وتنبيههم ووضعهم على الجادة السليمة؟ الحل مع هؤلاء حقيقة هو مواصلة
ما كان عليه الشعر وما سيظل عليه الشعر، ومواكبة ما كان يعالجه الشعر الذي نعنيه قوة وفصاحة ورويا وقافية. فإذا كان رواد الشعر الحقيقي الأصيل كانوا له مناصرين، أنا أقول لك أن من يعانده ومن يناوئه ومن يناكفه لن يجد ملجأ أو مغارات أو مدخلا إلا أن يؤمن بذلك الشعر الرصين المتين الذي قرأناه وعشنا عليه ونقوله بإذن الله تعالى. أحسنت أستاذنا، وأنا من الشاهدين على أنك ممن يحرصون كل الحرص على تقديم ما ينفع الناس، فيمكث في الأرض شعرا ونثرا وقولا حكمة. إلى الشعر من جديد، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ نريد قصيدة جديدة يا أستاذ عبد العزيز، تفضل. القصيدة الجديدة وأنا سائر في سيارتي مصطفى، فانهمر المطر في غير موعده وأنا أسير وشغلت مساحات السيارة وقلت عتاب المطر بالله قل لي يا مطر اسمع سؤالي ما الخبر، إني رأيتك هاطلا أرأيت خيرا في البشر، أم أن غيثك ها هنا كرها بأمر في القدر، اسمع كلامي يا مطر فالقول مني ذو عبر، أيكون غيثك رحمة والشر فينا منتشر، قل لي بربك يا مطر ما بال غيثك ينهمر، فينا كذوب باهت فينا أثيم قد فجر، فينا الأمين مخون فينا الخؤون قد ائتمر، فينا الفقيه محقر فينا السفيه له نظر، فينا الرئيس مقيد ذل علاه وقد صغر، فينا الأمانة ضيعت فينا الأمير هنا غدر، فينا الدماء نزيفها لم تلق حرا ينتصر، فينا الخمور توزعت جهرا فتانا قد سكر، قل لي بربك يا مطر ما بال غيثك ينهمر، فينا الغني مفاخر وطغى بمال قد كثر وزكاته لم يؤتها للمال دوما يدخر، فينا الذي هجر الصلاة نسي الجزاء له سقر، فينا العقوق له أسى ابن لوالده أمر، لكن رحمة ربنا نزلت بغيث يزدهر، فهناك أم تشتكي ألم الولادة والسهر، والطفل ينقم ثديها لبنا مصفى قد طهر، وهناك شيخ عاجز وهناك نبت أو شجر، وهناك أنعام لها رزق عميم قد غفر، لولا أولئك مسنا كسر أبى أن ينجبر، رحماك يا ربي بنا ألطف بنا حين الضجر، وامحو الذنوب صغيرها وكبيرها أنت الأبر، يا رب نسألك التقى من حر نار تستعر، أنت الرحيم وما لنا من عاصم حين الكدر، يا ربنا ما حيلة إلاك رب قد غفر، قل لي بربك يا مطر، قل لي بربك يا مطر، قل لي بربك ما الخبر. ما أجملها من وعظية شعرية أستاذ عبد العزيز. كيف يمكن للشعر أن يكون مدرسة؟ كيف إليك من الذي دخل في الاتصال؟ لا مشكلة حصل خير. كيف يمكن باعتقادكم أستاذ عبد العزيز، كيف يمكن للشعر أن يؤسس مدرسة أخلاقية من خلالها تكون المبادئ هي من يحكم الناس لا الماديات؟ الشعر يبني مدرسة أخلاقية أستاذ مصطفى، لأن الشعر حقيقة يلامس معاني الأخلاق ومعالي الأخلاق، فإذا لامس الشعر المعاني والمعالي فقولا واحدا هو مدرسة أخلاقية. أما العبء الحقيقي على رواده وعلى من يكونون في لججه أن يكونوا لهذه المعاني وهذه المعالي الجامعات والأساطيل والأمسيات والنداءات والمحافل العظمى حتى يعلم الناس
قيمة القريض نعم. وقيمة القصيد، وأنه ليس للهو فقط وليس للتغني فقط وليس وليس أحسنت. وليس، أنه حقيقة يبني. وأذكر أن الثورات والثورة العربية لو تذكر أستاذ مصطفى نعم. ثورة أحمد درابي الذي أشعلها وأشعل فتيلها ليس أحمد درابي، وإنما هو الشاعر الفحل عبد الله النديم رحمه الله تعالى. أحسنت أحسنت أستاذنا شيخ عبد العزيز السواحلي، وأنا هنا أريد أن أنتهز فرصة وجودك معنا، وأنت خطيب وشيخ منبر وداعية إسلامي أيضا إلى جانب كونك شاعرا. هناك من يرون أن من المغالين طبعا يرون أن الشعر ما هو إلا شكل من أشكال له الحديث، كيف ترد عليهم؟ كيف تنتصر للشعر؟ أنه شكل من أشكال لهو الحديث. حديث اللهو، حديث اللهو والضياع، الحديث الفارغ، الحديث الذي لا طائل منه، الحديث الذي ربما يأتي على حساب علوم ينبغي أن نتفرغ لها ونشتغل بها عوضا عن الاهتمام بالشعر وتطوير الذات الشعرية. كيف ترد على من يضيقون واسعا ويتبنون مثل هذه الأفكار للأسف؟ أنا أقول أولاً باختصار أرد عليهم بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل. إذا تصفحنا سيرته عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويفرح وينتشي بإسلام رجلين، إذا أسلم الفارس وإذا أسلم الشاعر امتلأ النبي فرحة ونشوة وسرورا. لماذا؟ لأن الفارس ينافح بسيفه والشاعر ينافح بلسانه، والمنافحة باللسان هي إقامة البنيان وهي إقامة الأوطان وهي حماية العمران، أليس في هذا دليلا كافيا؟ نعم. وكذلك نعم. منه أيضا قول عمرو بن العاص، أو هو قول منسوب إليه، يقول في عبد ورأي أخطر علينا من عبد وحربه، وهنا يشير نعم. إلى فكرة أن صاحب الرأي صاحب الحكمة صاحب الفكر صاحب الشعر أيضا قد يكون نعم. له أثر يتجاوز أحياناً السيف طبعاً والحديد طبعاً. وإن من الشعر الحكمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى الشعر مجدداً الآن، ما رأيك؟ والشعراء يتبعهم الغوون، الشعراء الآية يتبعهم أم يتبعهم؟ في القراءتين. نعم. إنما الغاوون، أما الشعراء ليسوا من الغاوون. أنا أعرف أنها وردت في القراءتين، لكن ما الحكمة من التشديد باعتقادك شيخنا؟ الحكمة من التشديد عادة زيادة للتوكيد، تدل على زيادة المعنى. نعم. لا شك أنها للتوكيد. نعم نعم. جميل. مشاهدينا الكرام، قبل أن نواصل مع شاعرنا الأستاذ عبد العزيز السويحلي من ليبيا، نخرج لمتابعة هذه القصيدة، ومن ثم لنا عودة والشعر والأسئلة من جديد. ابقوا معنا. لن ينتهي سفري، لن ينتهي قلقي، لأنني الزورق المنذور للغرق، فمنذ أن أشرعت عيناي ضوءهما ما عدت من أرق إلا إلى أرقي. شكرا لبوابة في القلب تدخلني غار السؤال لألقى من نبي لقي، متى وكيف وهل هذه التي نزلت علي لو نزلت بالطور لم يطقي. هل البلاد هي المنفى؟ فكيف إذن يستوطن الغيم بعد البحر في الأفق؟ وأين يا أول الأشياء آخرها لنمسك الخيط بين الفجر والشفق؟ وكيف تلبسنا أسماؤنا؟ ومتى نعرف الورد دون اللون والعبق أن تعود إلى المعنى بكارته لنشهد الرعشة الأولى من الشبق؟ أنا ابن هذه الأحاجي جئت أقرأها وجئت أمسح دمع الظل في الطرق. أمضي وصوت من الأعراف يجلدني كابد، وفتش عن الأسرار وأتلقي. أمضي ومبخرة الدرويش تنبئني أني إذا جزت باب الكهف لم أفقي.
تشدني السكك العمياء، تلبسني صمتي وتنبذني في ألف مفترقي. هذا طريقي إلى سيناء دائرة يسير مختتمي فيها لمنطلقي. ماتت على الشاطئ الغربي قافلة من الوجوه، ودمع الواصلين بقي. إن الحقيقة كالصحراء قاسية، ليست تحادثني حتى ترى عرقي. يقول لي عمنا العطار: حكمتنا من منطق الطير لا من منطق الورق. لقبة الغيب معراجان يا ابن أخي، أن تشرب السر أن تنأى عن النسق. يقول لي عمر الخيام في ثقة: بغير خمرتك السوداء لا تثقي. تقول لي جبة الحلاج: يا رأى المحب جلال الله حين شقي. يقول لي عمر الخيام في ثقة: بغير خمرتك السوداء لا تثقي. تقول لي جبة الحلاج: يا ولدي رأى المحب جلال الله حين شقي. يقول لي هدهد قد عاد من سبأ: من لم يذق وحشة الأسفار لم يذقي. تقول لي آخر الآيات في صحفي: ما بين ضوئين تحلو ظلمة النفق. طيب، من أجل فلسطين مرة أخرى والكل الفلسطيني، ومن أجل الأحرار كل أحرار في كل العالم، نريد قصيدة أخرى تصلح لتكون ختاما في هذه الحلقة. طبعا من هنا وقبل القصيدة، نحن مع كل من يقف عند حدوده، كل من يحترم حقوق شعبه، كل من لا يتنازل، كل من لا يزال متمسكا بحقه في أرضه، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في كل أوطاننا المكلومة وفي كل الأرض العربية والإسلامية. لا نفضل أرضا على أرض، فكلها أرض الله. إلى قصيدة جديدة تصلح أن تكون ختامية لهذه الحلقة. أستاذ عبد العزيز السويحلي من ليبيا، إلى الشعر من جديد، تفضل، ماذا يمكنك أن تقول؟ حقيقة أستاذ مصطفى، أنا لا أرى قصيدة تكون ختامية أفضل من مدح النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. نبي الرحمة، قلبي مداد للمديح ولجة في حبكم أتبعته بغمامي. صلى عليك الله كل عشية من بعد بكر، تاليا لقتامي من حسن خلق قد جلي بمهابة كالبدر آل ببرهن وتمام. جل الإله فؤادكم وأثابكم من عنده سمتا بحسن قوام. دمث الخليقة والسماحة كفكم، يا من سما بالوحي والإلهام. يا من تناهى فيكم الشرف الذي زنتم به بالقدر والإنعام. كدنا بأخمصنا نلامس أنجما فخرا بأحمد سيدي وإمامي. من خير نسل العرب بان صلابكم، روحي فداك بلمتي وحسامي. هيهات بعدا من يوائم شهوكم من بدء خلق الحين والأيام. الله. هذا أنين الجذع حن إليكم كمسهد من سطوة الأسقام. حب النبي دم العروق ونصره دين الرجال وعصبة الإقدام. تيها بكم جزن الثريا عزة لن تحتفينا سخمة الأقزام. كنا كقنب العيس في صحرائنا منكم ورثنا المجد بالإكرام. بالرعب نصرا قد سقعت جحافلة للكفر ولت تستقي بهزام. بملائك الرحمن قد حمي الوغى دكت جحوف الوأد والأزلام. وحياؤكم
بمهابة قالوا بدا كحياء ذات القدر في الأخيام. أنتم سماء في الفضاء قد اعتلى، ما ضركم أسخوفة الرسام؟ خس عوي كيف لا وسليله سدن الصليب وثلة الإجرام. هل يرتجى للخلد يوما أن يرى كالصقر عالى أفنة الأعلام؟ اخسأ بنارك يا مضيط ولا ترم أن تحتفي يوما بعز مقامي. يا خير من شد الرحال مهاجرا نحو المدينة تربة الأنسام، قد فارق البيت العتيق مفطرا والقلب أدنفه الجوى بهيام. يا أيها البيت المكلل بالهوى لم تنأ عنك بلابلي وحمامي. بالهجرة الغراء قد نقشت على كف الزمان رسالة الإسلام، وهناك يثرب قد أضاءت في الدنا فهي السهيل وأبين الأجرام. وهنالك الأنصار كانوا كالذي رام الزلال بعيد حر أوامي. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي وعليك وقفا مهجتي وغرامي. أنت النبي المصطفى لرسالة، نرجو شفاعتكم بيوم زحامي. سأظل أطريكم فسلوي مدحكم لم ينأ عنكم منطقي وكلامي. وصلى الله وسلم صلى الله على محمد وأنعم به من ختام أن يكون في مديح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذ عبد العزيز السويحلي شاعرنا من ليبيا، انقضى الوقت، شكرا جزيلا لك على تشريفنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. عفوا أستاذ مصطفى، ولك أعطر التحايا وشكرا لك ولقناتكم الموقرة وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم. دمتم والسلام عليكم، إلى اللقاء.